ما دام السؤال عن غزة وأهل غزة، وما أدراك ما غزة؟ فإننا الآن نقترب من 5 أشهر دامية، ينقصها أسبوع واحد. 5 أشهر من العدوان المتوحش المتعدد الجنسيات، الصليبي الصهيوني العنصري الذي تقوده أمريكا وتشرف عليه وتدعمه بكل ما أوتيت، على مدى 5 أشهر جسر جوي وبحري متواصل للدعم والإسناد بالقنابل وحمم الموت والصواريخ والذخيرة والطائرات وكل ما يلزم العدو الصهيوني، متكفل به الإدارة الأمريكية بكل صفاقة من غير أن تخفي شيئا، تعلن هذا ولا تتستر عليه في المحافل الدولية وفي المجالس الخاصة والعامة، ولكنها تمعن في المكر والخداع والقتل والاستهزاء بالمسلمين وبالفلسطينيين وبالعرب وحكامهم، إمعانا في الاستهزاء بهم والخداع والنفاق، هي الآن تتظاهر بالإنسانية، لأن أهل غزة الآن يمرون بمجاعة حقيقية، كل يوم يموت أعداد من أطفالهم وكبارهم يموتون جوعا، تراهم هيكلا عظميا من عدم الأكل والشرب، أماكن كثيرة وبخاصة في شمال غزة لا يملكون القوت، لا يملكون الضروريات، أكلوا كل شيء ولم يجدوا شيئا يأكلونه، ترى الواحد منهم هيكلا عظميا انتهى، حتى مات من الجوع، والعالم الفاجر يتفرج عليهم وينظر إلى عدوهم كيف يفعل بهم، هم محاصرون والعدوان مستمر متواصل على مدى 5 أشهر، لا يجدون لحظة واحدة، لا يجدون راحة طول الوقت، على مدار الساعة، على مدى هذه المدة الطويلة لا يجد الواحد في قطاع غزة أمنا في وقت من الأوقات. انظروا إلى هذا الرعب، هل يطيق البشر مثل هذا؟ هل ما زال في الناس ضمائر؟ العالم الذي يتفرج الآن هل بقي فيه ضمير من إنسانية؟ الأمريكان الآن والله بدأوا يعني يتظاهروا للناس بالإنسانية، جوعوهم وضربوهم بطائراتهم وبقنابلهم وحاصروهم وفعلوا بهم الأفاعيل، ثم أعلنوا أنهم يريدون أن ينزلوا عليهم الوجبات الغذائية إنزالا عن طريق الجو لفك الحصار عنهم، وهذا ليس إلا خداعا واستدراجا لمزيد قتلهم، هذه هي حقيقة ما يفعله الأمريكان، لا علاقة له بإنسانية، بل هو جريمة، بل هو له علاقة بالإجرام الذي يفعلونه، لأنهم لو يريدون فعلا، هم يتكلمون عن إنزال الوجبات لكسر الحصار، ويتكلمون عن مقترحات أخرى، عمل رصيف بحري على شواطئ غزة تنزل منه
يعني لينزل إغاثة لأهل غزة. طيب ما دمتم تقدرون يا أمريكان على أن تفكوا الحصار من ناحية البحر وتعملوا رصيف وتجيبوا البواخر وتدخلوا الإغاثة والطعام والماء، ما دمتم تقدرون على ذلك من جهة البحر، فلما تفعلونه من جهة البر؟ ما الذي يمنعكم؟ هل يمنعكم السيسي؟ هل السيسي عنده قدرة على أن يتكلم معكم؟ هل يمنعكم الصهاينة الذين لا يقاتلون إلا بسلاحكم؟ لما تكذبون على الناس؟ لما هذا النفاق يا أمريكان؟ لما هذا الفجور؟ لما هذا الإمعان في إذلال المسلمين وإذلال حكام العرب الذي لا يقضي واحد منهم أن يتفوه بكلمة يقول فيها الحقيقة عما يجري وما يفعله الأمريكان واليهود بالضعفاء، ما يفعلونه بالمستضعفين، بالأطفال، بالرضع، بالمستشفيات، بالأطباء، يعني كل الجهات. العالم الآن يشاهد ما يجري وهو جرائم بشعة لا يمكن أن لا يستطيع أحد أن يصفها، أن يصف بشاعتها وأن يصف يعني وحشيتها ويصف تعنت هؤلاء المجرمين فيما يفعلون، ما فيما يفعلونه بالأبرياء وبالمستضعفين وبالمظلومين. فبدل من أن تنزل عليهم الإغاثة، شوف كيف تم استدراج والخداع لمزيد القتل. يجوعونهم حتى يبقى الإنسان، الناس في غزة وفي شمال غزة مضطرون اضطرار، ما عندهمش فيه خيار، الموت، لأن ما فيش رحم الموت. الاضطرار يلجئهم إلى أن يتجمعوا في طوابير كبيرة، وإذا يعني إسرائيل والصهاينة وطائرات الأمريكان يمكن لما تضرب في منطقة تقتل 10 ولا 20 و30، قالوا لا إحنا نبوا لما نضربوا صاروخ نقتلوا في 100 ولا 200 ونجرحوا 800 نصيبوا 800 ولا 1000. شنو الطريقة لهذا؟ يلا ننزلوا، هم جيعانين جوعناهم وسكرنا عليهم المنافذ، فهم ما عندهمش خيار. لما نقول لهم احنا بننزلوا إغاثة ولا بننزلوا كذا، سيعملوا طوابير وتتجمع الطوابير الطويلة فيها الآلاف، وبعد ذلك الصاروخ الواحد بدل ما يقتل 10 ولا 20 يقتل المئات. هذه هي حقيقة الإنزال، وهذه حقيقة المظاهر الإنسانية التي اخترعها الصهاينة والأمريكان. وحكام العرب ما شاء الله يوفون عليها ويشكرونها ويثنون عليها، وهو يعني استطاعوا أن يؤثروا في الإدارة الأمريكية وأن تغير سياستها وتفك الحصار. هذا ليس فك الحصار، بل هو إمعان في الخداع والمكر والضلال، وهو زيادة استهتار بالمقدسات واستهتار بالقيم واستهتار بالمسلمين، وما بقي شيء يعني يجب على المسلم فيما يتعلق بالأمريكان والصهاينة. ليس هناك حدود، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.